ما مسؤولية الكاف؟ هل قامت بكل ما يجب أن تقوم به من أجل حفظ حق هؤلاء الشباب في الدفاع والذود عن اللقب الذي أحرزوه مرتين؟ مساء الخير أختي المحترمة حل، تحية إليك وإلى المشاهدي الأفاضل وإلى ضيفك الكريم. أعتقد بأن هذا الموضوع أو هذه القضية ما كان لتكون أصلا، جاء لسان ضيفك الكريم، لو أن النظام الجزائري تحلى بالواقعية، تحلى بالحكمة والتبصر والعقلانية في مقاربته لموضوع المشاركة المغربية. للأسف الشديد حتى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى حد الآن لم يصدر عنه أي بلاغ يعبر فيه عن موقفه مما يقع. صحيح أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موتيبي أدلى بتصريح لما حل بالمغرب بمناسبة سحب قرعة مونديال الأندية الذي سيقام بالمغرب مطلع الشهر المقبل فبراير، وقال بأنه يجب أن تنأى السياسة عن الرياضة، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام. ما هو الدور الذي لعبته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من أجل أن تضمن للمنتخب المغربي حقه المشروع في المشاركة؟ وكما نعرف أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم راسلت الكاف، راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تخبره بأن لها شرط واحد لكي تشارك، هو أنها تطلب خطا مباشرا من الرباط إلى مدينة قسنطينة للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم، وأن الرحلة ستتم عبر الناقل الرسمي للمنتخب المغربي، والمعني بالأمر هي شركة الخطوط الملكية المغربية. للأسف الشديد كان هناك تلكؤ، كان هناك تماطل في الرد على الطلب المغربي. حتى إلى اليوم الجامعة الملكية المغربية لم تتوصل بأي رد رسميا من الاتحاد الإفريقي حول مآل هذه المشاركة. الجامعة الملكية المغربية كرة القدم كانت جادة في كل الترتيبات التي قامت بها. المنتخب المغربي الذي سيشارك دخل في تجمع تدريبي وفي سلسلة من التجمعات التدريبية منذ قرابة 6 أشهر، بمعنى أن الأمور تأخذها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على محمل الجد. كانت هناك رغبة أكيدة في الذهاب إلى الجزائر من أجل الدفاع عن اللقب الذي بحوزة كرة القدم المغربية، إلا أنه للأسف الشديد أختي الكحل، للأسف الشديد أن الدولة الجزائرية لم تستوعب بعد أبعاد ودلالات تنظيم أي حدث رياضي، سواء كان قاريا أو إقليميا أو عربيا أو دوليا. فكل دولة عندما تنظم حدثا رياضيا يجب أن تضع في اعتبارها أنها مطالبة بأن توحد الجهود وبأن تجمع لا أن تفرق، وبأن تسهل مأمورية كل المنتخبات التي تشارك. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منضوية تحت لواء الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وهذه التداول أعني بها كأس إفريقيا للاعبين المحليين، هناك قانون ينظمها، وهذا القانون ينظمه هو مستوحى من القوانين المنظمة للتظاهرات الرياضية الدولية بشكل عام. لذلك أعتقد بأن الجزائر أخطأت موعدها مع مرحلة، واضح تماما، وأنا من الممكن أن يكون لها الأثر الإيجابي في إصلاح ذات البين. الرياضة هي تجمع ولا تفرق، والرياضة تصلح الكثير من سوء الفهم، وتصلح أيضا الخلافات السياسية والسياسوية التي أبان الزمن وأبانت الظروف على أنها خلافات أكل عليه الدهر وشرب.